وفهمتي منها ايه المره دي؟ ما فهمتش حاجه منها يا سعد. فضلت زي كل مره ما عندهاش سيره غير سيره اخوها. يعني مفيش راجل في حياتها؟ هي بتقول لا. يعني اخوها يبقى هو سعاده البيت؟ جايز يكون هو وجايز يكون واحد تاني وهي مش عايزه تقول اسمه. طب وانت عندها في الشقه ما شفتيش اي حاجه كده بتقول ان في راجل في حياتها؟ حاجه زي ايه يا سعد؟ يعني صوره متعلقه على الحيط مثلا مع واحد؟ لا ما شفتلهاش ولا صوره على الحيطه لا هي ولا حتى مع جوزها، مع انها بتقول ان هي كانت بتحبه قوي ومش عارفه تعيش زي من غيره. طب انت دخلت الحمام بتاعها؟ ايه ده يا سعد؟ ايوه دخلت الحمام. وانت جوه الحمام ما شفتيش كده اي اماره بتقول ان في راجل بيتردد على الشقه؟ مكنه حلاقه، برنس تاني مثلا؟ لا ما شفتش، بس في حاجه غريبه. ايه هي؟ انت كلامك بالظبط زي ما تكون وكيل نيابه ظابط في اس. ايه رايك؟ انفع؟ بتكلم بجد؟ لا اصل انا حبيبتي غاوي اتفرج على الافلام اللي هي فيها جرايم، يعني ضابط بوليس بيحقق، وكيل نيابه كده يعني. انا بقى من فضلك احب اتفرج على افلام الحب الرومانسيه، بزعل قوي 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 لو البطل ما اتجوزش البطله في الاخر. ما هما يمكن حبيبتي هيتجوزوا برضه بس بعد الفيلم ما بيخلص. ايه ده؟ انا بتكلم جد يا سعد ما بهزرش. وانا كمان بتكلم جد. واحنا مش حبينا بعض بعد ما اتجوزت سلطان الفيلم خلص. بس انا عايز اعرف نهايه الفيلم اللي هتكون بيني وبينك. نهايته اللي احنا اتفقنا عليه ولا نسيتي؟ لا 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 دي احلى بكتير من ما انت وصفت لي وقلت لي. ده الموبايل يا تحفه تجنن. يا لهوي ولا قلت النوم يا اختي على اوضه النوم حموده. اوضه النوم حلوه قوي يا حموده. عجبتك يا ست العرايس؟ يا لهوي دي دخلت قلبي من اول ما شفتها. يبقى خلاص يا كبرت المهام، من بكره ان شاء الله تلمي هدومك وحاجاتك وتيجي على هنا على طول. ايه يا حموده يا اخويا انا مش حاسه بالبوس على ايدي، انت بتبوس الغوايش ولا بتبوس ايدي؟ يا كبرت المهام قولي لي. لا مؤاخذة يعني هنكتب الكتاب امتى؟ بعد بكره ان شاء الله. اتفقت مع مأذون واثنين شهود يجوا هنا ونخلص بعد صلاة العشاء بعون الله. لا هنا؟ هنا فين يا حمودة؟ لا 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 يا اخويا ما اقدرش يا اختي. انا لازم اكتب عند سمارة بنتي والمعلم سلطان هو اللي يشهد على العقد بتاعي وواحد من رجالته كمان. الرفاعي والبنين. يا ستة شيخ ما اتقالت لي قبل كده انا وبنتها لا شفنا رفاء ولا بنين. جرى لك ايه يا معلم سلطان؟ انا لسه صغيره يا اخويا واقدر اجيب البنين والبنات دسه دسه دسه. بجد؟ وبنتي كانت كبيره، انت ولا بنتي؟ سماره طبعا كبرت المقام وكبرت الاصل. سماره سماره سمار مرمر. الف مبروك يا صغيره، عن اذنك يا معلم. رايح فين يا منيل؟ واخده فين؟ ما قلتليش يعني المعلم منين بالظبط واسمك ايه؟ حموده. حموده يا معلم دنجل. حموده وشطفوده، يعني حموده اللي بيغني له شكوكه حموده فايته بنت الجيران ولا ايه؟ بلا حموده بلا غسلوده، انت مالكش دعوه شيء ما يخصكش. اسمه حموده، اسمه بتنجان، حاجه تخصني انا. ابعد يا دنجل عننا. يا معلمه بنطمن بس. بلا تطمن بلا تطير، مالكش دعوه. اوعى كده. تعالي تعالي. الف الف مبروك يا ماما. يبارك لي في عمرك يا حبيبتي يا روحي. حطها في عينيك يا اسمك ايه انت؟ حموده يا كبيره المقام وفي عينيا برضه. حموده يا سماره، حموده مش هنروح بقى؟ انا مستعجلها ايه بس يا معلمه؟ انا مش لسه هنتعشى مع بعض. انت مش خلاص ضمنتي انه هيلاب وحبك الليله؟ الليله وكل ليله وكل ليله، اصل انا لا مؤاخذه كبس عليا النوم، وبعدين العشاء في البيت يا اختي كده والحمام. مع السلامه يا ماما. مع السلامه. يلا يا حموده. يلا يا عم حموده. اوعى يا زلمه تبتدي من خلقاتي، اوعى بدل ما شاء الله.
متأكدة إن دي أمك؟ خش يا حبيبتي، نورت بيتي كبيرة المقام. يلا خش برجلك اليمين. رجلي اليمين إزاي وأنت شايلني يا حموبة؟ آه نسيت. يا أختي بالإذن. إيه؟ رايحة فين؟ رايحة أقلع يا أخويا الفستان اللي كاتم على نفسي ده والبس لك قميص نوم مريح راح كده واحنا مش هننام ولا ايه؟ وحياتك هتقلعي وهننام هننام، بس مش الاول بقى، احنا كلنا حملتين مش ربنا كاسين، نلف لنا سجارتين ولا انت ايه؟ عايزه تجيبي من الاخر. لا لا يا اخويا، اخر اخر ايه؟ يعني مش عايزه اجيب من الاخر قوي، من نص الاخر بشويه. انت على كلامك يا لهوي بيزغزغ في قلبي زغزيخ كده يا حموده. حلو. يعني ما قلتليش يا سلطان، ايه رايك في الواد اللي اتجوزته امي؟ بقول لك يا حبيبتي، صراحه ربنا انا مش مستريح لجوازي. عندك حق، الواد شكله حلنجي مش كده؟ والمأزوم كمان ما استريحتلوش، يعني مش عاجبني. تقصد ايه يا سلطان؟ يعني اقصد يعني ربنا يستر بقى. جرى يا سلطان؟ ما توهشنيش بقى، ما تقول انت تقصد ايه؟ حبيبتي انا مش عاوزك تقلقي، طمني انا بكره حاسه عليه. حق يا سلطان، دي تبقى مصيبه. مصيبه لينا احنا، مش مصيبه لامك. امك كل همها ان الواد دخل مزاجها. ده بدل ما تحمدي ربنا انه استريح من امك. انت مش كنا سالنا عليه يا سلطان قبل ما الفاس تقع في الراس؟ عايز اقول لك حاجه يا سماره، عارفه الواد ده لو هو الشيطان نفسه امك ما كانتش هتسيبه، دي ما صدقت انها جوزته. عندك حق، ربنا يستر بقى. حسبت لقيته يا حبيبتي، مفيش مأزوم بالاسم ده. بتقولي ايه؟ سيب كل اللي في ايدك وتعالى دلوقتي حالا على الفيلا. هيكون في ايه؟ في خراب مستعجل. امي عندي من الصبح عماله تولول وحاطه النسوان حواليها. الواد طلع نصاب. عشان تقولي له عشان امي. سما انا في المورستان ده من الصبح. بقول لك قشطها ذهبها وفلوسها وكل حاجه. تعالى يا سلطان الله يكرمك. يا خرب بيتك يا عليات، يا خرب بيتك يا عليات، يا خرب بيتك يا عليات، يا خرب بيتك يا عليات. يا سلامة سهيل، الجدع دي للبخت، أختي للبخت، قلبي يقولوا اتجوزيني، ده طلع مصيبة ورانية. قولي يا بنت يا نعمات، قولي. أهو يا معلمة، يعني عليكي يا معلمة، هتلاقي بختك فين يا أختي؟ في كنبات الجنة. أنا كنت فاكرة نفسي داخلة على الجنة. بص كده على الصور دي، ولو شفتي صورته شاوري لي عليه. حاضر يا أخوي. سمارة، أهو من الكلب الحرامي، أهو يا حضرة الظابط. ده اسمه منصور أبو هورة، مسجل خطر ومتخصص في النصب والاحتيال على الستات. هو وفرج الشحات اللي عامل مأزوم في السوق، ومعاهم بنت اسمها شوقة تشتغل رقاصة ومسجلة أداء. أنعم وأكرم،
أنا يا مؤكرم، ده أنت ما شاء الله عليكي اتلميتي على عيلة مقصرة بصحيح. طب يا حضرة الظابط ده هتلاقوهم ازاي دول؟ احنا بقالنا 3 سنين بندور عليهم ومش عارفين نمسك ولا واحد فيهم، وخصوصا ان هم بعد كل مره بيغيروا اشكالهم واساميهم. يعني عوضها الله. لا يا ابن السلطان ما تقولش كده، عليات ما سيبتش حقها ابدا، هجيبه من تحت تعطيل الارض. يعني هجيبه؟ اه هجيبه ازاي يا ابني؟ ده بيقول لك بقالهم 3 سنين مش عارفين يمسكوه، هتعملي ايه انت؟ هو سرق منك ايه يا مدام؟ سرق مني كل حاجه، واغلى حاجه يا حضره الضابط سرق مني كل اللي حلتي يا اخويا، سختي وحالي وبحتالي كله. يا ابني الكريم انا مش عارف هعمل ايه مع سماره يا مرة. الصدمه هتبقى شديده عليها قوي لما تعرف اني ظابط بوليس. ده شغلك يا حبيبي. ايوه بس انا كده خدعتها، يعني هطلع ندل في نظرها. هي مش من ضمن اللي هتقبضوا عليهم. والله ما انا ممكن اعتبرها مرشده زي نعمات. نعمات؟ نعمات مين دي؟ دي واحده شغاله معايا. اه وفهمتها كمان ان انت بتحبها؟ ايوه بس دي فاهمه الموضوع من اوله وعارفه وضعها ايه، كمان المكتب هيدفع لها فلوس. انا نفسي اعرف ايه اللي خلاك تفهم سماره ان انت بتحبها؟ انا ما كانش قدامي طريقه تانية اجندها بيها غير كده، هي الوحيده اللي ممكن توصلنا لسعاده البيه، الراجل الكبير اللي بيجلب المخدرات لمصر. ما انت بعد ما تخلص مهمتك مش هتشوف وشك تاني. ده مش كفايه يا ماما، اصل انتي متصوريش ضميري تعبني قد ايه، ما تقدريش تتخيلي هي بتحبني ازاي، دي مستعده تدخل جوزها السجن علشاني. ودي ست كويسه اللي تعمل في جوزها كده؟ ما هي ما بتحبوش. امال اتجوزته ليه؟ ما هي كانت فاكره ان هو اللي قتل كمال ابن خالي فاتجوزته علشان تنتقم منه، وبعد كده عرفت ان ابوها هو اللي قاتل وجوزها بريء. ايوه لكن. لكن ايه؟ هي عايزه توديه في داهيه وخلاص. والله يا ماما ما انا عارف الموضوع ده هينتهي على ايه. انا رايي يا ابني تعمل اللي يمليه عليك، واجبك وضميرك. الواجب والضمير، عارفه دول شبه ايه يا ماما؟ شبه القانون والعداله. بعض ساعات القانون بيدين الانسان، لكن احيانا إدانته دي بتبقى ضد العدالة والإنسانية. أنا كل اللي خايفة منه إن من غير ما تحس تلاقي نفسك بتحب البنت دي وتنسى بنت خالك، ودي هتبقى مصيبة كبيرة. ده اللي أنا خايفة منه. ما خلاص بقى يا أم، عودك على الله. يا ستي لو زعلانة على الذهب بتاعي كان هجيب لك زي واحسن كمان. ما انت هتقعدي معانا هنا هتبقى مبسوطة، وسيبك بقى من القهوة بقى. ليك عليا انا هشوف لك بيع عليا، ولا اقول لك هشوف لك اي حد يأجرها منك وكل شهر يديكي اجرتها. يا ريت يا سلطان، القهوة دي خلاص مش جايبة لنا غير وجع القلب. اقول لك ايه؟ قومي يلا غيري عشان نتغدى، يلا تعالي معايا. بقول لكم ايه؟ سيبوني بقى في حالي، محدش حاسس بالنار اللي انا فيها، نازلين لت وعجن. حاجتي وشقايا وذهبي وهدومي، سيبوني في حالي، سيبوني في حالي، سيبوني، سيبوني، انا استاهل ضرب الجزمه، سيبوني، سيبوني. خلاص يا سمار، سيبيها بقى، يلا بينا احنا. سيبوني، سيبوني. يا شقة عمري، يا شقة عمري، يا شقة شباب. آه مفتوحة. عارفة يا سمرة بيقول إيه يا رب تيجي زعلانة على فلوسها ولا سيبتها؟ دي زعلانة على الولد اللي سابها. الكلام اللي أنت بتقوله ده تفتكر إنها ممكن تبص في وشه تاني بعد العبلة السودا اللي عملها سيدي؟ صدقيني يا سمرة الولية أمي دي مفيش في الدخل الرجالة، وبس وخصوصا الرجالة اللي يقدروا يشكموها، بل هي ما كانش يبطي أبو كليم. أنت عارف لو قلت جملة زي دي قدامها؟
اتجوزت؟ وهي دي كانت جوازة؟ كانت مصيبة وحلت على دماغي. واخرتها معاها يا امك دي بقى. انا لو كان بايدي ما كنتش طلقتها. لكن انا اعمل ايه؟ اخرت حكم غصب عني. هي دلوقتي اتهدت. الضرب المرة دي جاية لها شديدة قوي يابا. ما تصدقيش. انت فاكراها هتتوب؟ ابدا. يموت الزمار صباعه بيلعب. بلاش بقى نتكلم في الموضوع ده. قولي نفسك في ايه اجيبه لك معايا الزيارة الجاية وانا جاية. تعرفي نفسي فيها سمارة بس ما افتكرش انك تقدري تعملهولي. ايه ده؟ قشر انت وشوف سمارة هتعمل ايه. نفسي اشوف عليات، اصلها وحشتني قوي. تقدري تخليني اشوفها؟ اصل انت يابا يعني طلب صعب قوي. انا عارف بس اصلها وحشتني قوي، مش عارف اعمل ايه وخايف اموت قبل ما اشوفها. بعد الشر عليك يابا، انت لسه بتحبها؟ حبها بيجري في دمي، يعني عشان اتخلص من حبها لازم اغير دمي كله. بعد كل اللي عملته فيك. اللي عملته فيا امك ما يستحملوش اي راجل عنده ذره كرامه، لكن بالرغم من ده انا لسه بحبها. ماشي يا ابو سمير، انا هتحل عليها ليل ونهار عشان خاطر تيجي تشوفك. يا ريت يا سميره، يا ريت تقدري اتحايلي عليها، قولي لها اشوفها لو مره واحده بس، وبعد كده لا تشوفني ولا اشوفها. حاضر يابا اطمن. ايه اللي انت بتقوليه ده يا سمار؟ يا لهوي، انت عايزاني يا بنت اروح لابوكي سرايه المجانين؟ الراجل نفسه يشوفك ياما مرة واحدة بس في حياته. امسكي. هاتي يا اختي، وانا مش عايزة اشوف خلقته. يا بنت يا سمارة، ابوكي هو السبب في كل الغلب اللي انا فيه ده. ليه ياما؟ عشان بيحبك؟ عشان سامحك على كل غلطة عملتيها في حقه؟ يا ريته ما كان سامحني، يا ريته حتى كان ضربني وشرب من دمي. كنت ساعتها احس انه راجل بجد بيحبني وخايف عليا وعنده كرامه، يخليني احترمه واشيل جسمته فوق دماغي من فوق، ولما اجي اغلط اعمل له مليون الف حساب واجري على ايده ابوسها. يا ريته لما طلبت منه الطلاق كان طلقني وريح نفسه وريحني. معلش يا امي، ما قدرش بقى يبعد عنك، هيعمل ايه؟ اعتبريه راجل عيان. عيان؟ عيان بايه يا قلب امك؟ عيان بيك وبحبك يا امي، عشان خاطري يا امي. ارحميني وارحميه، روحي شوفيه مرة واحدة بس عشان خاطري. عارفة؟ عارفة أنا لو روحت له هخنقه بإيديا الاتنين دول، هخنقه. يما حرام عليكي، أنا عارفة إن كل أم بتحب بنتها، وأنتي مش هترفضي لي طلب، وأنتي بتحبيني مش كده؟ يا أختي اسكتي بقى يا بت، اسكتي. ماشي يما، أكلمك بلغة تانية. انت في يوم من الايام طلبتي مني طلب صعب قوي ونفذته لك، دلوقتي بقى انا اطلب منك طلب وانت تنفذه لي. طلب ايه يا اختي الصعب اللي انا طلبته منك ده يا ست سماره؟ اتجوز سلطان. عشان سلطان راجل مننا وعلينا وطبه من طبنا. مش كنت عايزه تروح تتجوزي ابن الاكابر عشان تخيبي خيبتي؟ بصي الهنا والعز والبغدده والفلوس اللي تحت رجليكي. الفلوس والعز والبغدده، كل ده ما يسمعش حاجة. جايز لو كنت خلفت من السلطان حتة عيل ولا عيلة ما كنتش فكرت أبص راجل تاني غيره. يا أم افهمي، احنا ربنا خلقنا في الدنيا دي عشان نكون أمهات. شوية لحم كل راجل اللي يشفينا شوية. أما لو بتحبيني بجد روحي سوريا.
راجل غلبان. يرتيكي يرتيكي يجرى له حاجة ولا يموت. رغم ما تشوفيه يرتيكي. خلاص بقى يا بنت قطعتي قلبي. تكنيلة طلع حنينة زيي. هروح عشان خاطرك. بس عارفة لو جه جنبي ولا ضايقني ولا حاجة اتشحرة اتشحرة بقى. وإيه اللي آخر ساعة لحد دلوقتي؟ ما هو ما كانش يعرف إنك هتيجي يا معلم. ويفرض إنه ما عرفش إن المعلم هيجي فجأة. مش المفروض إن هو ملازم البضاعة دي ولازم يقعد معاه؟ ولا يسيبك لوحدك قاعد هنا مع البضاعة يجي حد يقتلك ويسرقها؟ يا أخي فال الله ولا فالك. وبعدين شايفني خيخة قدامك يعني عشان حد يخش يقتلني وياخد البضاعة؟ ده أنا أم بأورطة زيك. علي النعمة أنت أو أنت أجياد، والكلام اللي بتقوله ده بقع على الفاضي. سامع الكلام يا معلم؟ تكتم بقى يا هذا اللونجر انت. اصلا انا مؤاخذه معلم يعني ما بياكلش معايا كلام الاوانت اللي بيقوله عم حسن ده. انا بعون الله قد كل كلمه بقولها يا دول. وبعدها معاكم ترتين. الله انت هنا يا معلم. وقال مستنيك يجي ساعه. انت فين يا سعد؟ على المؤاخذه معلم، كنت بزور جماعه قرايبي كده. طب يا عم سعد اتخاطر بنفسك انت. ما تخطرش بينا احنا كمان، انت شغال مع عصابه مش طلبه في الجامعه. افرض البوليس شافك يا عم هتجيب لنا مصيبه لحد هنا. يا عم اطمن، انا بعرف اتوه البوليس عني. ولو برضه يا سعد افرض حد منهم قطرك وعرف المكان ده. يا معلم ما تخافش، وانا عيل صغير، انا قبل ما بخط اي خطوه ابص حواليا كويس عشان اامن الخطوه اللي بعديها. لمؤاخذه معلم انا استاذن، انا هطلع اشوف الجو بره عشان انا يعني ما بستحملش الكلام اللي عمال يتدلدق في وداني ده. ايه لو بره يا معلم؟ عاجبك الكلام اللي بيقوله دونجل ده يعني؟ سيبك منه يا سعد، هو كده دايما يحب يهلفط في الكلام. لا بس ده زودها قوي يا معلم، واحنا مستحملينه بصراحه علشان خاطرك. كل ما شفنا تسند لسانه علينا وعايز يعمل مرياسه على الفاضي ومليان. بضاعة جديدة وصلت وهنستلمها بكرة. والمعلمة برضه هتوزعها؟ يا سعد، أنت مش عاجبك شغل المعلمة ولا إيه؟ لا مين اللي قال كده يا معلم؟ الشهادة لله المعلمة شغلها آخر تمام. يبقى إحنا خلاص راحت علينا ولا إيه يا معلمين؟ لا يا دونجل، راحت عليك أنت لوحدك. ليك حق يا عم حسن. أصل أنت اللي سلمت. ورديت بشغل النسوان. الله اتكتب يا ومحدش مسحوب باللسان وغيرك انت ولا ايه؟ جرالك ايه؟ انا ما جراليش حاجه يا معلم، اصلكم قاعدين هنا وما انتوش عارفين ايه اللي بيجرى بره. وايه اللي بيجرى بره يا اخوي؟ اول ما طلعت بره يا معلم شفت عربيه غريبه كده بتجري زي الصاروخ، ما لحقتش حتى اشوف ملامحها ولا رقمها. يخرب بيتك وقعت قلبي. انت جاي راكب ايه يا سعد؟ معلم انا جيت راكب تاكسي بس ما خليتوش داخل القرافه، نزلت منه وجيت ماشي. يا معلم تلاقي عربيه حد جاي يزور. يزور ايه يا عم حسن؟ ولا جاي يزور هيجري بالسرعه دي؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني يا معلم ان كان في حد جاي يقابل حد من المعلمين دول، واول ما شافني قال يا فكيك. ده حدنا بقى في الكلام اللي ملوش لازمه يا معلم. دونجل بخرف، المهم ما تبقاش عربية بوليس وخلاص. أنا بخرف يا حسن؟ ما تتكتب بقى يا هاد، وأنت كده فعلا بتخرف. يا معلم أنا بقول قلت تتكتب يعني تتكتب. قول يا رجالة، إحنا نقوم بقى نجلد البضاعة اللي عندنا عشان لما نزود عليها بضاعة جديدة يعرف الكمية بقت قد إيه، ونبقى عارفين راسنا من رجلينا. السلام يا سلطان. الله يسلمك. عملت ايه مع سعد البيه؟ اتفقنا على بضاعه جديده. كنت معاه ولا كلمته في التليفون؟ كان قاعد معايا قدامي زي المره اللي فاتت، بس بقى كان مديني ظهره. عارف يا سلطان لو عرفتني على الست ناني ديت قعدتين بس واجيب لك قرار سعد البيه ده كله. حبيبتي احنا مستعجلين على ايه؟ ايه اللي هيجد علينا؟
وفي ايه بيني وبينه غير المعامله بوشه بظهره؟ هي العمليه كلها هات وخد. حق عليا، انا كنت بتكلم بس عشان مصلحتك. بقول لك ايه، هو انت وانت بتتكلم معاه حسه كده يعني راجل كبير في السن ولا عيل صغير شاب كده؟ يا سمارة، أنا ما ركزتش قوي في الحكاية دي، بس هو أكيد مش شاب. اشمعنى؟ عرفت إزاي؟ ما أنا برضو بفهم في الأصوات، وبعدين اسمها ناني دي، ما هي الصغيرة. أنتِ رحتي القرابة النهاردة؟ ها؟ يعني ما ردتيش عليا. أنتِ رحتي القرابة النهاردة؟ إيه السؤال ده يا سلطان؟ طبعًا لأ. ما انا لو كنت رحت كان سعد او حسن قالوا لك. اصل الواد دونجل بيقول لي انه شاف عربيه شبه عربيتك بتجري في العرب. دونجل ده واد اهبل. ايه يا سلطان؟ الدنيا كلها ما فيهاش غير العربيه بتاعتي، في مليون عربيه. تلاقي حد كان بيزور هناك اهله بيقرا لهم الفاتحه ولا حاجه. انا كمان قلت له كده، قلت له جايز حد جاي يزور المدفن اللي قبلينا. جايز طبعا. المهم عملت ايه هناك مع سعد وحسن؟ كده برضه يا سمارة، المعلم سلطان هنا وما تجيش تقولي لي. كويس انك جيت. قول لي يا اخويا عملت ايه؟ رحت القسم قالوا لك ايه؟ لقوه ولا لسه بيدوروا عليه؟ ما طمني يا معلم. تعالى اقعدي بس. خلاص انا كويسه كده، اقعدي بس ياما. مش قلنا لك انسي الحكايه دي بقى؟ الله، ما خلاص انسى. انسى ازاي؟ ده قشطني، ده خد كل اللي ورايا واللي قدامي، كل اللي حيلتي. انا كنت بحلم ان انا اعيش في الجنة وتقولي انسى. لا يا معلم لا، انا عايز اشوفه، عايز اشوفه. بقولك ايه ياما، انت يعني مش كنا اتفقنا ان احنا هنروح لابويا نزوره؟ احنا هنروح امتى؟ ها يعني ايه يام؟ عايزه ترجعي شقتك القديمه؟ يا بنتي بقول لك مش لاقيه راحتي في الفيلا بتاعتك دي، انا مش هرتاحه الا في بيتي. طب بس قولي لي ايه اللي ناقصك وانا اجيبه لك لغايه عندك. ايه اللي ناقصني ابقى لوحدي يا سمارة؟ طب وسلطان؟ ده لا يمكن يوافق أبدا. أنا هنزل وهو في شغله، وإنتي بقى بيقولي له بعدين. وعشان خاطري يا بنتي، أنا كل لما هزهق حاجة أنطلك هنا. يا ترى بقى التعب يحل على الواحد. ايه يا سلطان، احنا من الصبح واقفين على رجلينا. بس بصراحة ربنا اللي يشوف شغل يقول عليكي معلمة، بنت معلمة. بلاش تجيب سيرة امي، انا امي عمرها ما اشتغلت في الصنف. ماشي يا ست، ما تزعليش قوي، بس الشعر لله انت بقى لقطت الشغلانة اوام اوام. عشان مخ نضيف. انا عزمت الرجالة يجوا يتعشوا معانا النهاردة، تعبوا طول النهار. يعني ايه تعب طول النهار دي؟ في ايه يا سمارة؟ بلاش اقول لهم يا حبيبتي. الله، ما هم بينابوا الفلوس دي كلها ليه؟ الله، انت بس اللي مدلعاهم يا سمارة. معلش يا سلطان، عشان يبقوا تحت طعنة. المهم قول لي عملت ايه مع الواد الباندا؟
دي ببعت الواد عنب زياره وزياره لا، وكل زياره بياخد له لحمه واكل وفاكهه وبيعكمه قرشين. جدع يا سلطان، انا عايزه الرجاله بيشتغلوا معانا يحسوا ان هم لو وقعوا في الفخ احنا هنقف جنبهم، حتى لو هربوا من السجن نقدر نقويهم زي ما عملنا مع سعد وحسن. مش بقولك ان انت معلمه ومش اي معلمه، لا دي معلمه ما جابتهاش ولاده. منكم نستفيد من عشر الام يا معلم يا سيد المعلمين. منور يا وادي يا بندق. الله يكرمك يا معلمه. خد يا واد كوبايه شاي امك ما عملتهاش لابوك ليله صباحيته من يد من اعدامها يا معلمه. بالهنا والشفا. انما لا مؤاخذه يعني يا معلمه، انت بعتلي عشان اشرب كوبايه الشاي اللي امي ما عملتهاش لابويا يوم صباحيته. لا طبعا يا واد، بيقولوا خير في سلامه وسلامه في خير يا معلمه. يرضيك يا بندق، يرضيك يا اخويا، المعلمه بتاعتك المعلمه عليات على سن ورمح تتبعتر كرامتها في الارض وما تبقاش تسوى في سوق الحرير ملين مصدي. معاش ولا كان اللي بعتر كرامتك يا معلمه، قولي لي فين هو وانا اجيبهولك على مناخيره. ما اعرفش طريقه. انت قد الاولويات، جربيني وتشوف يا معلمه. طب اقعد، انا ما اعرفش طريقه، عايزك انت تدور عليه وتعرف مكانه فين بالظبط وتجيبهولي كده زي ما بتقول على ملا وشه يا بندق بيه. ده لو الجن بتاع علاء الدين ومستخبي في ام هخطص ومش هقب اللي هو في ايدي يا معلمه. ياه، عارف لو ده حصل نادرين عليا لاديلك حلاوه عمرك في حياتك ما حلمت بيها يا بندق باشا. باشا تبلي ريق بقى يا معلمه وقولي لي مين هو. حمودة. سمير اشوفك يوم تاني. انا عندي ميعاد ونسيت اقولك. ولا يهمك يا حبيبتي، ما احنا بعد بكره هنشوف بعض في الكوافير. مع السلامة. الله يسلمك. بن داري، وبكرة تتصل بالمعلم سلطان عشان يجهز الفلوس وانا هعرفه يستلمهم ازاي.